شوفوا كيف بيصير الشيء. صراحة أنا مستمتع جدا وأنا بشوف الخليط بيوصل لمراحله النهائية، عن جد إشي ممتع. طبعا من اللافتات الحلوة جدا كمان أنهم يقدمونا أكثر من نوع جبنة كضيافة يعني. يسعد اوقاتكم حبايبي القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد، فيديو اليوم مختلف تماما عن اي فيديو قدمته في القناه. اليوم راح اصور في واحد من اقدم مصانع الجبنه في تركيا، تحديدا في مدينه قارس. راح نتعرف على كافه الطرق اللي بتمر فيها عمليه صناعه الجبن في المكان اللي موجود بجانبي على طول. هذا المكان يا اخوان من اقدم الاماكن اللي بتصنع الجبن في مدينه قارس التركيه. خلينا نفوت لعندهم ونعرفكم على المراحل. حبايب القلب، المكان اللي بنصور فيه بالنسبه لصناعه الجبن هي قريه بتبعد عن وسط مدينة قارس 50 دقيقة بالسيارة، واللي اسمها بواتبة كوي، مشهورة جدا بصناعة الجبن منذ 200 سنة يا اخوان، تمام؟ فخلينا نتعرف عليه. حبايب القلب، طبعا احنا حاليا في مصنع جبنة تقليدي، يعتبر واحد من اشهر مصانع الجبنة اللي موجودة في مدينة قارس، ومدينة قارس زي ما حكيت عنها في فيديو سابق انه هي من اشهر المدن في تركيا اللي بتصنع الجبنة. هذا المصنع يا اخوان بيبلش المراحل كالتالي. في الاول بيكون عندنا الحليب لمدة يوم، تمام، في هذا المكان. طبعا بيكون عليه مواد هم بيحطوها مشان يصير لقثات معينة. بعد يوم بينزلوه بهاي لمدة ساعة. بعد ساعة بيصير هون بتطلع معاكم بالشاشة قوالب، تمام. القوالب هاي بيتم فرمها بهذا الجهاز ليصير بالشكل هذا. وبعد ما تصير بالشكل هذا بتيجي هون على مرحلة الغلي، بيتم غليها وتحريكها كل شوي، تمام، لوقت معين. الحلو الموضوع يا اخوان انه في درجة حرارة معينة لهذا الخليط، لدرجة 75. لما توصل 75 ببلشوا ايش يحطوا عليه الخليط اللي حكيت لكم عنه في البداية. فالأمانة شعور حلو جدا وانت بتصور هيك شغلة، اشي جديد عندي في القناة، اول مرة بعمله لكن ممتع. من ضمن المراحل كمان انه بيشوفوا معدل او درجة الملح في الجبنة. في شغلات حلوه كتير بتتم يا اخوان زي ما حكيت وفق معايير عاليه كتير. طبعا حاليا في المرحله هاي بيعبوا الخليط اللي تم، تمام، طحنه بهاي الماكينه بهذا خلينا نحكي المصفايه، بيعبوها للاخر. بعد ما يعبوها راح ينتقلوا لهذا المكان اللي حكينا لازم يكون درجه حرارته 75. طبعا بعد ما عباها بالمصفايه وحطها بالخليط اللي كان بيغلي على درجه حراره 75، شوفوا كيف بيصير الشيء، تمام. يعني العملية بحد ذاتها ممتعة جدا. الخليط يا اخوان اللي موجود في الجبنة حاليا هو ملح ومي، تمام، يحط فيها الجبنة لحتى يملحوها. بعد هيك زي ما حكيت راح ينقلوها للقوالب اللي راح نشوفها بعد شوي. جدا رائع، شوف شيء عالم. طبعا حاليا زي ما انتم شايفين بيتم تصفية الخليط من الملح او المي والملح. بعدها راح ننتقل لمرحلة القوالب، تمام. هات تعالوا نشوف القوالب يا اخوان كيف راح تكون. يا بسم الله، كيف بيتم تعبيتها بالقوالب. شوف يا اخوان، تم تنشيفها بواسطة خلينا نحكي قطعة قماش، تمتص المي والملح اللي فيها. صراحة أنا مستمتع جدا وأنا بشوف الخليط بيوصل لمراحله النهائية، عن جد إشي ممتع. الآن شوفوا كيف بيتم تقطيع الجبنة يا إخوان عشان تنحط بالقوالب. يعني الإشي رائع جدا صراحة. شوف بحطها بالقالب، عن جد الإشي رائع. طبعا حاليا احنا في المكان اللي بيكون فيه الجبن في المرحله النهائيه، وهي مرحله التخزين يا اخوان، على درجه حراره معينه لا تزيد عن 20 درجه مئويه زي ما انتم شايفين. يعني بصراحه رائع جدا، واشكال ومعايير معينه، ممتع. شايفين التغليف هون، هذا بيروح على اللي هي المرحله النهائيه واللي هي مرحله البيع للمستهلك. طبعا حبايب القلب اعطانا قطعه من الجبنه اللي بيتم حطها في القوالب. هنا ندوب عن جد رائع جدا والله. هاي لسه ما انحطت في القوالب وقعدت فتره من الزمن، لانه لذيذه.
طبعا حبايب القلب معانا الحاج صاحب المصنع. تخيلوا يا اخوان سلسلة العائلة من متى بدت؟ بو بنم بابام بو دادم بو دادم من باباسي. هذا ابوه يا اخوان، هذا جده وهذا ابو جده. تخيلوا العيلة ل 1880 بتمتد، يعني عن جد ما شاء الله عبي. يعني قال شكتان باينر تشوك تيميز. فعن جد شكرا له على استضافته وما قصر معنا. انا حاولت انا محاوله سريعه بما انه انا جاي على قارس يوم واحد الا انه نصور فيديو في مصنع جبنه. وصلنا لمصنع رائع جدا وزي ما شفتوا الخطوات. بالنسبه للجبنه اللي هم بيعملوها بيعملوا تقريبا 15 نوع جبنه، بخلاف طبعا قشطه وخلافه وزبده وما الى ذلك. يعني انواع جبنه رائعه جدا. انا انسان من عشاق الجبنه، ومع ذلك لما دوقني اللي لسه بيجهزوها اقسم بالله رائع. استمتعت بهاي الجولة اللي كان لازم نعملها. يعني جاي قارس وما بتصور أشهر منتج عندهم، صعب شوي. فعن جد شكرا لإلهم إنهم استضافونا. طبعا من اللفتات الحلوة جدا كمان إنهم يقدمونا أكثر من نوع جبنة كضيافة، يعني الدوق اللي أنت عايزه. عن جد والله العظيم يا أخوان هاي جبنة توم أند جيري كنا بنعرفها، يعني مشهورة ونفسنا نجربها. ليش ما نجرب؟ بسم الله. والله ما هي مالحة ولذيذة صراحة. جرافير اسمها بالتركي اسمها. يا اخوان الجبنه هاي انا بسالهم من وين، اسمها كرافيار تمام؟ كرافيار بلدها الاصلي سويسرا، لكن الجوده اللي عاملينها فيها رائعه جدا، لذيذه وطعمه انه مرابط ليش كان شوف مكمل هذا كاشار بالكون بينير بالكون بالكونار بالكون 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 بالكون. هاي جبنه قديمه سموها بالكون كاشار. بسم الله. هاي أطرى صراحة بس عزيزة. كتير أنواع موجودة. وين هذا؟ هذا كافكاز. كافكاز بيندري. كافكاز بيندري. هاي جبنة يا أخوان كافكاز، بلاد الكافكاز كنا بنعرفها أكيد. بسم الله. بصراحة إذا بضل هون أنا ما راح أخلص جبنة. يعني هدول الأنواع حطينا إياهم كضيافة، ولو طلب الثاني راح يجيبوا فعليا. بس رائع هاي الجبنة يا اخوان. تمام، نوع جبنة قديم جدا كانوا بيعملوه اهالينا. انا سوري، يعني انا بذكر انه جدتي او ستي كانت بتعمل نفس الجبنة هاي بهذا الشيء اللي هو معمول من خلينا نحكي الجلد تبع الغنم او فرو الغنم. فيها شوية ملوحة للناس ما بتحب الجبنة المالحة، ممكن يكون خيار شوي صعب. عن جد رائع المكان، جولة رائعة جدا، بتمنى تكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت. اللي بقدر احكيه اي حد عجبه الفيديو يشارك الفيديو، يعمل لايك، ينشر الفيديو في كل مكان. نشوفكم الاسبوع الجاي فيديو جديد. سلام.